السلام عليكم حبيباتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. وانتم تشاهدوا الفيديو تاع اليوم، كوزينه ديال سامبل فاسيل. ان شاء الله راكم بخير، منكم جمعه طيبه مباركه عليكم اجمعين. ان شاء الله تكونوا هانيين، صحتكم لاباس، اهلكم لاباس، اموركم هانيه ان شاء الله يا رب. هذا ما نتمنوا. اليوم جيت التقيت بكم في هذا العشيه باش ندير معكم وصفه اللي نبغوها، محبوبه معشوقه، ما كانش لحد الساعه واحد يقول لك انا ما نبغيهاش. هذه نبصم عليها بالعشره، واللي هي بيتزا كوفير ولا كوكا. غادي نديروها اون بات فايتي، بصح بلا ما فايتو لا بات تاعنا، تجي بطريقه اقتصاديه وطريقه جد رائعه وناجحه ومقرمشه، ويا سلام عليها. قبل ما نبدأ بالوصفة تاعنا، صلوا وسلموا على حبيبنا المصطفى عليه ألف صلاة وسلام. حنا أول حاجة غادي نبدأ بها اليوم، غادي نديرو الحشوة. الحشوة تاعنا فيها بصل، أنا درت كونتيتي كبيرة بس كنكتر. درت فيها بصل، قطعتها هكاك مربعات رقاك. درت ثلث فصوص تاع ثوم، تخوا بوس داي، ودرت طمطومتين. درت شحبات طماطم اللي قلعت لهم لابو وقطعتهم هكاك مربعات صغار. وغادي نحتاجو ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره، طماط كونسونطري، تتبيله عندنا حرور وملح، يعني فلفل اسود وملح بابلس. ما غادي نديرو لا الماء لا والو فيها. اوكي، درت انا الكاسرول تاعي، درت فيها شويه تاع الزيت وغادي نديرها فوق النار. البنات نصيحه، انا تعرفون نعطيكم الوصفه ومن طول نعطيكم نصائح. كي تبغي ديري لي صوص طوماط كي من هكا، سواء البيتزا ولا الكوكا ولا اي حاجه صوص طوماط، جامي لا ديريها في المقلاة اللي ما تلصقلكش. الا عندك مقلاة كيما نقولوا هي العزيزه وهي اللي تخدمي بها لي كريب، تخدمي بها هكاك صوالح، اتونسيون. ولا ديري فيها الاومليت ولا لي فريت اومليت، ماشي هي لا ميم كيما نقولوا لا ميم بوال اللي تخدمي فيها لا صوص طوماط، باسكو لا صوص طوماط نعرفوا بلي فيها لاسيديتي، صافي في هذيك الحموضه. ديك الحموضه غادي تقلع لك هذاك لي ماي تاع الكاسرول تاع المقله تاعك، ومتم غادي تودعي المقله تاعك كيما تكون اديزيف، تكون اونتي اديزيف بلوتو، غادي تولي لك اديزيف، غتولي لك تلصق لك كلشي. هذه نصيحه البنات، نتمنى ديروها في بالكم. عندك اون كاسرول اللي ما تخاطي ما ديرش فيها صوالح اللي زعما ديري فيها عادي، ديري فيها لاصوص طوماط سي بوكو ميو، بس كي بعد غادي تخسر الكاسرول تاعك اللي تكون دو بون كاليتي ولا المقله اللي تكون دو بون كاليتي. حنا نديرو هذاك الزيت تاعنا يحمى واحد شويه، وغادي ندير فيه هنايا هذا البصل والثوم يتقلوا واحد شويه كي من هكا، شوفوا غير شويه يحمى. درنا لوتي تاعي درته وجدته، زعما راني مقصره معكم وجدت فيه حشايه او ميم طون درتلكم تبخيرة البنات، درتلكم تبخيرة في المبخرة اللي جاتني هدية من تونس نتاع عند حبيبتي وفاء. درتلكم تبخيرة خاطرش الجروب راه ميت، بليتو لي زابوني راهم موتا، مكانش كان ني تفاعل ني لي لايك ني لي كومونتير. أين أنتم؟ أين أنتم يا أهل المدينة؟ وراكم صاي لاشيتو ولاشيتو ناديه؟ اي درتكم تبخيره باش ما ينفك. اعوذ بالله. نو هذه البنات اللي انتريسي بالبخور انا منشريهم هنا في فرنسا، الا كان انتريسي روحوا للقناه تاعي الثانيه لو موند دو ناديه، ديروا لي ان كومونتير في اون دي فيديو ونقول لكم ندير لكم فيديو سبيسيال على البخور اروع ما يكون، المحل نديهم منه وثمن رائع بالبخور بالمبخارات. فوالا اللي فيني مازال ما اشتركش في القناه، تطلع تشترك دير لي لايك، راكم ديروا لي كومونتير قبل ما ديروا اللايك كاع. بون حنا حما هذا الزيت شويه غادي نحطوا فيه ديك البصل هو والثوم، نخلو قد لي يتقلى غير شويه ونزيدوا له نزيدوا له لا طوماط. فوالا البنات حنا كي يبدا البصل عندنا حنا شوفوا يبدا يطيب شويه، يبدا يتقلى صايي، غادي نضيفوا له حنايا
هاد لا طوماط ونخلوه يطيب. الطماطم مصبره ما نضيفوهاش، درهم حتى للتالي، نعرف بلي شويه تقل الميلونج، دونك خلوها حتى مع التالي نضيفوها. دونك حنا غادي نديرو هاد الطوماطيس ياك مع البصل، نخلوهم يطيبوا. غادي ندير لهم شويه تاع حرور، غندير عيني ميزاني، غادي نديرو شويه تاع حرور. البنات اللي تبغي لاصوص تاع لي كوكا تجيها مالحه مالحه، اللي تجيها حاره تنجمي مع التالي من ضيفي لا طوماط كونسونطري تضيفي معها شويه تاع هريسه. اوكي، الملح تاني انا نديره حتى مع التالي. فوالا، دروك غادي نروحو نحضروا العجينه. اللي في دروك حنايا نحضروا لاباط تاعنا مورقه بدون زبده التوريق. شنو اللي قلنا فيها؟ انا غادي نعطيكم اون كونتيتي كيما نقولوا حساب، بصح نتوما ما تتبعوش غادي ندير، خاطرش اللي غادي نديرها انا غادي ندوب للمقادير، ما غاديش ندير كيف كيف. بون، غادي نحتاجو، غادي نعطيكم كوب في كونتيتي تاع صغيره كيما نقول. غادي تحتاجي كوب تاع ماء، كوب انت عبري بكوب انت شحال افراد العائله، لا نتوما قلال ديري بكاس صغير على هذا تاع 200 ml تاعي تاع دابيتود. عندك عائله قليله ديري النص، عندك بزاف دوبلي ديري كاس، ديري زوج، ديري ثلاثه على حساب. انا غادي نعطيك لا باز وانتيا منها وتبعي، سواء تزيدي سواء تنقصي. بون، غادي ندو كوب تاع ماء. اوكي، انا غادي ندي زوج، انا غادي ندوبل اليوم مقادير. انتيا كوب تاع ماء، ماء عاديه. في كوب تاع ماء غادي تدي كوب تاع زيت، زيت نباتي عادي. انا غادي ندي، غادي نقول لك صافي ما ديريش على ليماج، غادي تدي ان فير دويل و ان فير تاع ان فير دو صاي. غادي تدي الخلاط الكهربائي، ان باتور ولا ان برا ميكسور بلونجون ولا حاجه اللي المهم تخلطي بها وغادي تدرب مليح. انا جي بري لو برا ميكسور وغادي تدربي كاع هاد العناصر الزيت والماء، تخلطيهم حتى يولوا لك كي الصابون، يولوا لك دون كولور بلونش صاي. فوالا لي في يعطونا كي من هكا كيولوا كي الحليب، شفتوا ندمجوا هذاك الماء مع الـ مع الـ مع الزيت. كي ندمجوهم دروك انا غندير لهم ملعقه خل، ملعقه اكل تاع خل، او غادي نبدا نزيد في لافارين. لافارين انتيا في كاس ما كاس زيت غادي ديري 3 كيسان، نفس الكيسان تاع لافارين، ديري زوج كيسان ضربه واحده وتبدي تزيدي تدريجيا الكاس الثالث وتلفي في ديك العجينه صاي. غادي ندير نصف كيس خميره حلويات صاي، نصف كيس خميره حلويات. تبعوا لي الشيرات هذه تجي رائعه، بلا عليك زبده، بلا عليك كيما نقولوا اقتصاديه تاع القلالين. درنا هذاك الاخر، غادي نديروا شويه تاع الملح طبيعه الحال، ما تجيناش العجينه صامطه. شويه تاع الملح، غادي نبداو نخلطوا غير بشويه ونزيدو في لافارين. فوالا، دونك نعاود نقول لكم هنا باش تجيك ديري حساب كاس واحد تاع زيت، باش ديري العجينه مورقه بدون زبده التوريق غادي ديري كاس زيت مع كاس ما، تدربيهم حتى يولوا كي الحليب يمتازج، تدربي بخلاط كهربائي ابغى ميكسور ولا باتور حتى يولي كيما الحليب. من بعد ضيفي لهم ملعقه اكل تاع خل وتبدا تضيفي تدريجيا، ديري 3 كيسان تاع فارينه، ديري الكاس الاول وتبقي تزيدي، ديري الكاس الاول زاوج وتبقي تزيدي في الثالث تدريجيا تتلمي العجينه، وديري كيس نصف كيس عفوا تاع خميره الحلويات والملح طبيعه الحال. هذاك الحليب مع الماء اللي غادي نخلطوه حنا بديك الطريقه، بليتو الماء مع الزيت اللي نخلطوه يعطينا
راسبي كيما الحليب، هذاك هو اللي يخلي العجينه بعد مقرمشه مورقه. فوالا خلطت انايا نلم العجينه. ما غادي لا تلصق لا والو باسكو فيها الزيت بزاف. هايله، شوفوا لا تيكستير تاعها عندكم، تبان شويه إلاستيك. دروك انا غادي نكورها، خلوها طريه كيما هاك ونكورها، نغطيها ونخليها 30 مينوت حتى 45 مينوت ولا من حتى الاونور، تخليها ترتاح وما فيها ما عليهاش ضرر، كونطخيغ بالفايده عليك تيا من ترتاح غاي العجينه، باسكو غادي تعاونكم بعد في الخدمه. نلتقاكم بعد البنات. بوني في حنايا البصل هذاك اللي كان يتقلى درت له انا لا طوماط كونسونطري صاي، ايا ودرت له الملح، خلطه كيما هكاك ونوخ راه نديره في ايناسيت، نحله كيما هكاك شويه نخليه باه يبرد على خاطره. بوحبوباتي حنايا لو طون اللي راهي العجينه تاعنا ترتاح واللافارس تاعنا تبرد، بغيت نقلعوا من الطريق كيما نقولوا الميلونج السحري، واحد الخلطه سحريه اللي غادي نوجدوها هي اللي غادي تلعب دور زبده التوريق. هذه الخلطه حنا شعلنا فيها، غادي ندي 3 ملاعق تاع مايزينا نشاء، 3 ملاعق نشاء، غنديهم معمرين باسكو انايا دوبليت الحجم دوبليت الكميه كيلو. غادي ندي هكاك وغادي ندير لهم شويه تاع خميره الحلويات، ايوي ندير شويه واحد ربع ملعقه تاع خميره الحلويات، نخلطهم هادو ناشفين. وغادي ندير الزيت قد ربع ملعقه على حساب ما درت المايزينا، اوكي نخلطهم. انا ما نديروش عليا انا نفرغ بالقرعه كيما هكا. بون نتوما راني نقول لكم اون طون راني نهضر ونقول لكم المقادير، اوكي نزيد. المهم كي ديري 3 ملاعق غادي ديري 3 ملاعق تاع زيت ولا حتى تشوفي الميلونج كيما نقولوا ولا كريمو هكا، شوفوا يولي هكا راه تشوفوا خلطه غايه بول صغير كي يولي. ايوا هذا غادي يعوض لنا حنا الفرماج بلوتو شاني نقول واش ديكون غادي يعوض لنا زبده التوريق، هذا اللي غادي نورقوا به ابخي او موا حنايا نوجدوا نغطوا بان فيلم ونوخروا سيغ لو كوتي باش نخدموا بعد العجينه تاعنا. الوغ لي في هنايا العجينه تاعنا حنايا ارتاحت، لافاس تاعنا بردت وبيجي تكون بارده، الفور تاعنا طبيعه الحال شاعل. غادي ندير واحد شويه تاع المايزينا هنايا في بلون دو طرافاي، وجدت الصينيه تاعي اللي تدخل في الفرن صح، غادي نبدا نخدم العجينه. عجينه طريه واش نقول لكم البنات، شوفوا غادي نحطها بهذه الطريقه هنا اوكي، وغادي ندير عليها شويه تاع مايزينا وغادي ندرولي صح. انا قسمت العجينه غادي ندير لكم النص دروك والنص الاخر لكم بعد نخدمه. غادي انا العجينه تاعي بالغلو حليها مستطيلة حليها دائرية حليها كيما تبغي، كي نحل العجينة غادي نحلها شي رقيقة وغادي نحكمها ونطلي فيها كاع الداخل هذاك هذا الميلونج السحري اللي قلنا اللي غادي يعاود لنا لو بوغ تاع الفيطاج، مارغرين تاع الفيطاج، وعاود لنا الزبده بكاع انواعها كيما نقولوا. غادي نحلها على كيما هاك فوالا، وغادي نجي هنايا
انا اكسخ كبرت لكم كي من هكاك ليماج باش تبان لكم بيان. فوالا وغادي نجي هنايا وندير هذاك الميلونج نفوته كاع في وسط العجينه كيما هكا، هو اللي غادي يعطينا ابخي لو فايتاج هذاك. فوالا نمشي كاع فوالا فوالا نمسحو كاع على وجه العجينه ونحكمو نرولو العجينه كاع كيما لو بيسكوي رولي كيما تعرفوا كيما نخدمو عادة لا بات فويتي هذيك الفاسيل رابيد تعبني وسكت تعبني وسكت تاع فيت في. فوالا غادي نحكمو حنايا من الاطراف وغادي نبدو شغل نزيروه نزيرو باش الفويتاج يجينا شباب، ما نخلوش الهواء لداخل، نزيرو غاية العجينه ما نخلولهاش الهواء. فوالا كيما هاك نغولوها بيان من كاع الاتجاهات. انا هذا نسرحها شويه باش يجيني بيان كيما هاكا، ومن طول انا نسقمو في هاد الاطراف. وحنا دوك الشكليات ما غاديش يهمونا، حنا اللي يهمنا سي ابري لا تيكستور كي دايره. فوالا سقموها بيان ونجو ندو سكين ونقسمو العجينه على اثنين على قسمين، باسكو علاه غادي نديرو قسم التحت وغادي نديرو قسم الفوق. فوالا هادي غادي نوخرها جهه وهادي اللي غادي فوالا غادي نبدا نخدم بها، غادي نبلعها من اكسبري باه ما تخرجش هذيك الميلونج، نبلعوها وغادي نبدا نطرح هذه العجينه على حساب السكين اللي غادي نخدم فيه. اوكي البنات كي كملنا حنايا حطينا هذيك العجينه نسقموها غايه ما نخلولهاش انخوله باش ما تهودناش هذيك لافارس. فوالا غادي ندو حنايا لافارس تاعنا اللي كانت بردت تماما، هاي لا حليتها هكا في لاسيات باش تبرد. غادي نديرو نوزعو كميه من لافارس دونك فوالا هكا كيما هكا. غادي نزيد انايا الايطالي العجينه الزاوجه باش نغطيها. هنا غادي ندو حبه عبيط اللي نخلطوها كيما هكا مع شويه تاع خل. فوالا ندهنوا كاع الوجه تاع الكاتيانا يعطينا لا دوغيو يعطينا التحميره. من بعد هكا ونحكمو سكين وغادي نقطعوها مربعات حتى على حساب المربع اللي راكي باغيه تاعك. بغيت السكين انا جو بريفير ال لا روليس هادي هادي سي كوندي نقطع بيها. فوالا بغيت البيتزا سي بوكو ميو نقطعو ديريكت حتى لتحت باه تجينا من بعد سهله في التقطيع. نديرها هكا غادي نديرها شويه نتاع سانوج هكاك غراند ميجيف هكا كنديكورو مام يعطي ذوق الشباب يعطي البنه انا نبغيه. فوالا في الرحامي غادي مباشره ما نقرعو ما والو غادي ندخلوها طيب في الفرن. انا الفرن تاعي 220 درجه، انت شوفي الفرن تاعك اللي يكون ساخن صاي نطيبوها كي نشوفوها احمرت غادي نخرجوها بطبيعه الحال. نتلاقاو من بعد نوريكم كيفاش جات. فوالا حبيباتي شوفوا التحميره تاع البيتزا تاعنا كوكا، البيتزا كوفير تاعنا كوكا. شوفوا القرمشه، شوفوا الفيطاج كي داير، سمعوا روعه فعلا روعه البنات. شوفوا هي ما تلصق ما والو، هيا لا شوفوا كي جات، شوفوا الفيطاج تاعها فريمون البنات جربوها هذه. شوفوها شو كي دايره
الفيطاج تاعها، ولا اروع شتو البنات، لا لا زبده التوريق ولا هم يحزنون، لا تعب كبير لا والو. تخليها طيب كيما هكا تحبار وتخرجيها تبرد وكلها بصحتكم. انا درت وحده بالفخوماج راهي عاد طيب، وهذه هي البنات. انا رافقتها بحساء البصل اللي كنت درته معاكم من قبل ديجا في القناه، وهذه هي حشا خفيف ظريف شباب بنين تليمو عليه العائله والحمد لله على النعمه. هذه هي البنات، نتمنى تكون الوصفه تاع اليوم نالت اعجابكم اخواتي، ودعموني ما تنسونيش اللايك، ما تنسوش الاشتراك اللي مازال ما اشتركتش في القناه. نقولكم الى الملتقى بحول الله، دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.